اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم باحات المسجد الأقصى فيما يسمى ذكرى خراب الهيكل المزعوم. وتأتي خطوة بن غفير غدا اقتحام عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وسط حماية مشددة من القوات الإسرائيلية تزامنا مع ما يسمى مسيرة الأعلام. تنضم إلينا من القدس المحتلة مراسلة الميادين هناء محميد. صباح الخير هناء، لو تطلعينا على آخر المستجدات فيما خص هذه الجولة الجديدة من الاقتحامات للمسجد الأقصى. صباح الخير محمد. حتى الآن أكثر من 1000 مستوطن قاموا باقتحام المسجد الأقصى المبارك إحياء لما يسمونه بذكرى خراب الهيكل المزعوم، الذي يدعون بأنه يتواجد أو كان يتواجد على مساحة حوالي 5% من مساحة المسجد الأقصى الكلية القائمة اليوم. وفي هذا اليوم يعني الدعوات كانت تحت شعار نبكي ونبني، ويعني الهدف من هذه الاقتحامات المتصاعدة حقيقة محمد هو مخطط بناء الهيكل الثالث كما يخطط المستوطنون الإسرائيليون، وتحديدا التيارات الدينية الصهيونية اليمينية المتشددة والمتطرفة. وطبعا فيما تقوم قوات الاحتلال بحماية المستوطنين الإسرائيليين باقتحام المسجد الأقصى وتأمين هذه الجولات الاقتحامية التي كان بالفعل قد افتتحها صباح اليوم الساعة 7 صباحا في أول مجموعة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك بمنع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى المبارك، فيما أيضا تقوم توقيف أو اعتقال عدد من المرابطين والمصلين الفلسطينيين الذين يتجادلون مع قوات الشرطة الإسرائيلية التي تقف عند الأبواب الخارجية للمسجد الأقصى، ويعني يطلبون أن يدخلوا إلى داخل المسجد الأقصى وأن يمارسوا حقهم بالعبادة في داخل المسجد الأقصى المبارك. معظم المجموعات الاستيطانية محمد تقوم باقتحام المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. معظم هذه المجموعات تخرج من جهة باب السلسلة حيث نقف اليوم، وهكذا تكون يعني شكل الاقتحامات في كل يوم عمليا من الأحد إلى الخميس، ولكن في هذا اليوم تحديدا على ما يبدو في ظل الأعداد الكبيرة للمستوطنين الإسرائيليين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، قامت الشرطة الإسرائيلية بشكل استثنائي، شرطة الاحتلال، بإتاحة المجال للمستوطنين بالخروج من داخل باحات المسجد الأقصى عبر أبواب مختلفة من أبواب المسجد الأقصى. يخرجون ليس فقط من هذا الباب، باب السلسلة الذي مخصص تحديدا لخروج يعني هذه المجموعات من داخل باحات المسجد الأقصى في العادة، وإنما هناك مجموعات كبيرة كما يبدو نظرا للأعداد الكبيرة للمستوطنين، مجموعات كبيرة خرجت من جهة باب الأسباط في الجهة الشمالية للمسجد الأقصى، وأيضا من جهة باب الحديد أحد الأبواب القائمة أيضا في الجهة الغربية للمسجد الأقصى المبارك. وفي ظل ذلك يتواصل منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى. يعني قبل قليل محمد كانت هناك مجموعة من النساء وأيضا من الأطفال الذين حاولوا أن يدخلوا إلى المسجد الأقصى من هذا الباب تحديدا، من باب السلسلة، وقد تم منعهم من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.